السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد اكزامبل كده شوية في شوية شغل عشان نفهم بس فكرة ان انا بريد يعني جزء من البيانات لما يكون الفايل كبير. وده بيتم على اكتر من عملية ازاي وكلام ده. فانا مثلا لو جيت قمت عامل من فايل وسيب اس كده وعملت اكزامبل جديد، تمام، وانا يعني حتى مش عايز شبه ده خالص، انا هشتغل عشان هشتغل اكتر من فايل، فممكن نقول ماشي اوكي، انا هعمل افتح اكتر من فايل بحيث ان كل فايل منهم هيبقى عليه شغل يعني، او هعمل باختصار فايل موجود فيه محتوى مليان هقرا منه اجزاء ورايتر جوه فايل تاني عشان يبقى فيها المثال، يبقى فيه ايه، يبقى فيه شويه شغل حلوين يعني. فهقول له ماشي انا هعمل انبوت فايل بيساوي، تمام، هعمل مثلا على الدي مثلا، مثلا في يوسف دوت تي اكس تي، ده فايل، ده الانبوت فايل، ده الفايل اللي انا هقراه، تمام، ده الفايل اللي انا هقراه. عندي فايل تاني هرايتر فيه اسميه اوت بوت فايل اللي انا هرايتر فيه، وده فبرضه هقول له اوبن، طبعا اللي هو كان واخد ار عشان يبقى ريد. هقرا، هعمل فايل هنا جديد، هنا هسميه مثلا ايه، يوسف دوت تي اكس تي، هنا بقى طبعا هنعمله هنا، وهقول له ده مثلا ايه، هفتحه فور ابند، الفور ابند عشان يعني هفتح واضيف، واضيف عليه، واضيف عليه، واضيف عليه، واضيف عليه كده يعني، تمام كده بقى معايا تو فايلز. طبعا انا ممكن اضطر ان انا احط تراي لان ممكن يحصل اي اخطاء هنا اي شكل من الاشكال. وفاينلي وفاينلي هعمل ايه، هقول له الانبوت فايل دوت كلوز وكذلك الاوتبوت فايل دوت ايه كلوز، تمام، عشان في الاخر ابقى انا قافل التو فايلز بتوعي يعني، تمام. طيب هو طبعا لسه ما ظبطناش الشغل بتاعنا يعني، بس هنظبط يعني ان شاء الله ما تقلقوش. طيب انا يعني كل اللي عملته ان انا حتى الان ممكن نشيل ده كله، يلا مش عايزين حاجه من الحاجات دي خالص، تمام. احنا بس جاست احنا عملنا الانبوت فايل بتاعنا، عشان ما فيش بس اندنتيشن، تمام كده، تمام. عملنا الانبوت فايل وعملنا الاوتبوت فايل، هناخد من ده نقرا ونكتب في ده، و هنخلي ده حتى اسمه مختلف، والتاني ده بنكتب فيه، ماشي، حلو قوي. انا عايز ايه، هقرا كبفر، هقول بيساوي، هقرا طبعا من الانبوت فايل، فهقول له انبوت فايل دوت ريد، هيقول لي هتريد قد ايه، قلت له مثلا تعالى نقرا مثلا، هو الفايل حجمه كبير، مثلا تعالى نقرا مثلا منه 40 40 مثلا، 40 40 بايت 40 بايت، فكل 40 بايت حطه جوه الايه، جوه البفر، ماشي. وهعمل فاريبل اسميه لاين كاونتر عشان اعد بيه، مش لاين كاونتر بقى، عدد المرات اللي انا عايز اقول ان دي كم مره ارى، يعني على كم مره ارى الفايل ده، اتقرا على كم مره الفايل، اتقرا على كم مره، واعمل لوب عشان اعدي على الفايل، اقرا بقى ايه، اقرا جزء جزء. فطبعا انا هعمل في فانكشن عندنا اسمها لين، ودي بتجيب لك اللينس، فلو جيت قلت لها لين البفر بتجيب السايز بتاعها قد ايه، فطبعا طول ما هي بتجيب رقم هتجيب ترو، اول ما تجيب زيرو هي اللوب هيقف، يعني معناها جه يقرا البفر فضل، بيقرا البفر ايه؟ بفر فيد. وكل مره اول حاجه الكاونتر هزود عليه ايه؟ واحد، يعني كل مره ازود الكاونتر بتاعي بواحد عشان ابقى عارف كده، اول قرايه، ثاني قرايه، ثالث قرايه، رابع الى اخره، تمام؟ ممكن نسميه ريد كاونتر عشان هو يبقى ايه؟ بيعد كم مره احنا، كم مره احنا قرينا، تمام؟ طيب ريد كاونتر خلاص ده بيعد. انا كل اللي محتاجه ان انا في الاوتبوت فايل بتاعي هقول له ايه، رايت
هيرايت ايه اللي جاي لي من البفر ده، البيانات اللي انا قريتها اللي هي ال 40 بايت اللي انا قريتهم او ال 40 حرف اللي انا قريتهم. طبعا هنا ممكن اظبط الانكودنج بتاعي على يو تي اف 8 لان كان في عربي. تمام حلو. بعد ما رايترت لازم اريد اللي بعده، يعني لازم اعمل ايه؟ اقول له بافر بيساوي انبوت اف اللي هو الفايل، اقول له ريد لي كام؟ ريد لي ال 40 اللي انت شغال عليهم، هم ال 40. تمام حلو جدا. ايه تاني؟ ممكن اطبع الريد كاونتر او اخليه في الاخر اشوف هو قرا على كام واحد وخلاص وخلصنا على طول في النهايه يعني. فانا هخلي في النهايه بعد ما يخلص اقول له برنت، هقول له ريد كاونتر ايكوال وخليه يطبع لي الريد كاونتر بتاعي كام في الاخر. يبقى انا كل اللي عملناه ان احنا عملنا انبوت فايل، قرينا من فايل موجود عندي على الدي، فايل موجود اوريدي اكزيست، واوتبوت فايل ده هيتعمل اسمه اوتبوت داتا هيتحط هنا لسه ما جابش موجود، وفاتحينه عشان الابند عشان نضيف عليه بيانات. بقرا اول حاجه يعني بورشن اوف داتا، بقرا جزء من البيانات 40 بايت، بظبط الريد كاونتر بتاعي على زيرو، وبشوف لين البفر طبعا المفروض يطلع قيمه رقم غير الزيرو، وبالتالي هو ترو، وفي الاخر هيخش هنا هيزود العداد، هيرايتر اللي بفره من الفايل الاول على الفايل اللي هنخرج فيه البيانات، وبعد كده يقرا ال 40 اللي بعديه، ال 40 اللي بعديه، ال 40 اللي بعديه، ال 40 اللي بعديه، وبيعد طبعا، وفي الاخر يقول لي هو قرا يعني الفايل ده اتقرا على كم، على كم مره. وفي الفاينالي احنا بن ايه؟ في الفاينالي احنا بنكلوز التو فايلز اللي انا فاتحه عشان اقرا منه واللي انا فاتحه عشان ابند فيه. فتعالى بينا نقول له رن اكزامبل كام ده؟ اكزامبل 13. فاقول له رن اكزامبل 13، قال لي انبوت اف، انبوت اف از نوت ديفايند. ده في انهي حته از نوت ديفايند ده؟ طيب قال لي الانبوت اف، قال لي فايل نوت فاوند، معناه ان هو ما لقاش الفايل على الدي كده، هو ما لقاش الفايل ده. سنة على الدي الفايل اهو، كنت كاتب السبيلنج غلط الحاجة، كنت كاتب السبيلنج، كنت كاتب السبيلنج غلط، فالفايل نوت اكزيست يعني، وبناء عليه كان كل حاجة بقى اتشحورت يعني. فنعيد تاني الريران معلش. طيب قال لي انا قريت على 404 مرة، كان فايل كبير 404 مرة اتقرت الفايل، اتقال على 404 مرة. لو ادي الاوتبوت فايل داتا لو فتحناه، ادي الايه الفايل بتاعنا اهو، طبعا حجم، حجم الفايل كبير جدا جدا عشان كفايل طبعا. الفايل ده انا لقيته عندي كبير، حجمه كبير، قلنا نجرب عليه عشان يطلع لنا رقم، لكن ممكن انا اكون ما بقراش 40 بايت 40 بايت، مثلا لو قلت 1000 بايت 1000 بايت، ال 1000 طبعا كتير، هيبقى كتير يعني. انا يعني هو اصلا طلع كل قراءته لو رجعنا كده، لا يعني معناه انه بيقرا ميجا ميجا، طبعا لو على شبكه وانترنت يعني محتاج تقلل شويه، فممكن تاخد مثلا ايه، مثلا نقول 100، لو عملناها 100 بيقرا 100 100، لو عملناها بيقرا 100 100 هنعمل رن، فقال لي 164 صح؟ لا قال لي 164، دي معناها ان هو يعني هتضربه في 100، يعني اكنك قلت ايه 164 او 16400 بايت، يعني 16 كيلو بقى و400 بايت كده يعني. ده كان كده بس فكره ان احنا نلعب ازاي بس مع الفايل، نقدر نريد منه اجزاء، لو الفايل كبير بنقدر نجزأه ازاي ونشتغل عليه باللوب ازاي، ونقرا جزء جزء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.